وحضرتك قلت قبل كده الفنان لا يعتزل، لان احيانا كانت تطلع اخبار. لا انا اعتزلت الاكشن فقط. هتعرف تعمل الحين؟ مش هعرف. اعتزلت الاكشن. انا غير كده، لكن الكوميديا مكمل. انا بقعد وبمثل من المشاية على التمثيل، انما انا ما اقدرش استغنى عن التمثيل وما اقدرش اعتزل، وما فيش ممثل في الدنيا بيعتزل. طبعا لان اعتزل ليه؟ استاذ لطفي، حضرتك طبعا تاريخ كبير واشتغلت مع كل النجوم الجيل الحالي الشباب، عايزين واللي قبله طبعا. بس انا لسه هجيلك في اللي قبله. عايزين نتكلم بقى عن بدايات لطفي لبيب، ومين يعني، وكلمنا عن دفعتك اللي اللي مستمرين في لحد النهارده. كلمنا عن البدايات خالص، بدءا من المجيء من الصعيد للقاهره، والبدايات والتحقق بالفن، كان اول دور ايه واول اجر ايه، يعني كلمنا عن البدايات. انا دخلت جامعه اسيوط. كليه ايه؟ دخلت كليه زراعه، ولسه يا دوب ببتدي. قالوا لي الامتحان الترم، ترمي بسرعه كده. قالوا لي اه طيب يلا. امتحنت وفي الاخر اكتشفت ان انا ما ينفعش استمر هكذا، ما ينفعش استمر في الزراعه. لان اول ما رحت جامعه اسيوط اشتغلت في بيت ماسك فريق التمثيل بتاع الكليه، وانا في اولى. انت في سنه اولى جامعه؟ اه. وعملنا مسرحيه لمنتخب الجامعه انا فيها في اولى، وكان رئيس الجامعه الدكتور سليمان حزين، اصبح بعد كده وزيرا للثقافه، واستدعانا نعرض في الاوبرا اللي اتحرقت. عرضت في الاوبرا وانا في اولى، وبعدين قال لي انت هتكمل فين؟ قلت لهم هكمل في فنون مسرحيه، ورحت دخلت فنون مسرحيه. فلقيت ألوفات خدوا مننا 12، وأنا من ضمن ال 12 دول. ال 12 دول لو سمحت لي أقولهم، نبيل الحلفاوي ونبيل، وهو اسم على مسمى على فكرة، وهو نبيل بالفعل، ومحمد صبحي وهادي جيار الله يرحمه، وشعبان حسين الله يرحمه، ويسري مصطفى الله يرحمه، ومحمد عبد الحليم الله يرحمه، ونادية فهمي الله يرحمها. يعني احنا اللي تبقينا، احنا كنا بنروح التلفزيون، كنا بناخد 4 جنيه في النص ساعة، وكنت بشتغل وكنت بلبس وبشتغل في المسرح في مسرحية النار والزيتون ب15 جنيه في الشهر، يعني 50 قرش في اليوم.